عدنا لكم مشاهدينا الكرام دائما بخصوص الحريق المهول اللي اندلع قبل قليل هنا في منطقة عين السبع بمدينة الدار البيضاء داخل المحجز البلدي يعني الفوريان ديال منطقة عين السبع واللي على إثر الحريق وقعت واحد الخسائر مادية كبيرة في عدد من الشاحنات والسيارات والحافلات والدراجات النارية. السبب الحقيقي ديال هذا الحريق المهول واللي على إثره تدخلت عناصر الأمن الوطني والوقاية المدنية ورجال القوات المساعدة والسلطات المحلية كيف كتابعوا معنا السبب ديال هذا الحريق هو أن الحارس ديال هذا المحجز البلدي كان كيطيب العشيوة ديالو كيقوم بإعداد وجبة العشاء وإذا بالبوطة بالعافية ديال البوطة انتقلت إلى أحد الدراجات النارية اللي بها أكيد بها الليسانس من ثم انطلقت الشرارة الأولى ديال هذا الحريق المهول اللي أتى على عدد كبير من السيارات والشاحنات و الحافلات والدراجات النارية. كيف كتشوفوا العناصر الأمنية مازالين كيقوموا بإخراج البوطة كيف كتابعوا مباشرة على قناة التيفي البوطة اللي كان كيطيب فيها هذا الحارس ديال هذا المستودع أو المحجز كتقوم بالحجز ديالها العناصر الأمنية تابعة لمنطقة عين السبع الحي المحمدي في هذا الأمان. كما كتشوفوا كاينين الغاز شوفوا شحال ديال القنينات ديال الغاز تم الحجز ديالهم في هذا الأمان. أربعة ديال القنينات جوج من الحجم الكبير وجوج من الحجم الصغير. إذا كيف سمعتوا جوج قنينات من الحجم الكبير وجوج من الحجم الصغير تم الحجز ديالهم في هذه الأثناء من قبل العناصر الأمنية التابعة لمنطقة عين السبع الحي المحمدي واللي هي السبب الرئيسي في هذا الحريق المهول اللي اندلع في المستودع البلدي أو المحجز البلدي لمنطقة عين السبع في مدينة الدار البيضاء. طبعا المحجز ديال السيارات والدراجات هذا هو الفوريان اللي ملي كتشتي سيارة أو شي دراجة أو شاحنة مخالفة لقانون السير مجولا يتم الوضع ديالها هنا هذا المحجز. وما زالت العناصر ديال الوقاية المدنية كيف كتشوفوا هاد الأثناء ما زالت كتسابق الزمن وكتقوم بمجهودات جبارة مشكورة عليها طبعا الحال من أجل السيطرة على هذا الحريق اللي كيصعب السيطرة عليه لأن المواد اللي شاعلة فيها العافية هي قابلة للاحتراق يعني ما يمكنش أنك تسيطر عليها بسهولة. دراجات نارية مملوءة بالبنزين سيارات شاحنات كيصعب أنك تسيطر على هذا الحريق مثل هذه الحرائق بسهولة. لكن برافو العناصر الأمنية اللي مجندة عدد كبير من رجال ديال الإطفاء وسيارات ديال الإسعاف وعدد من الشاحنات السهريجية المائية من أجل التغلب على هذا الحرائق. بطبيعة الحال باحترافية عالية يقوم هاد الناس بالسيطرة وبمواد لوجستيكية معدات ولوجستيك يعني في المستوى ديال الحدث. شكرا لعناصر الوقاية المدنية على المجهود الجبار وعلى الأعمال الطيبة وعلى الروح الوطنية اللي كيتمتعوا بها منهم مثل سائر الأجهزة في بلدنا الحبيب من رجال أمن وضرك و
قوات مساعده وجمارك وكل الاجهزه اللي كتحمي هذه البلاد والحمد لله. اذا بالنسبه للناس اللي عادوا التحقوا بنا في هذا المباشر، هذا واحد الحريق مهول اندلع قبل قليل في المحجز البلدي الفوريان ديال عين السبع بمدينه الدار البيضاء، وكيف العاده على الفور تدخلت عناصر الوقايه المدنيه والامن الوطني والقوات المساعده وكل السلطات المحليه من اجل السيطره على هذا الحريق. الحريق وكيف قلنا السبب الحقيقي ديالو هو ان الحارس ديال هذا المحجز المكلف بحراسه هذا المحجز كان كيقوم باعداد وجبه العشاء، واذا بالنار كتنتقل احد احدى الدرجات الناريه، من بعد ذلك الى عدد كبير من السيارات والشاحنات المحجوزه. وكيف تابعتوا معنا مباشره على قناه شوف تي في، عناصر ديال الامن قاموا بنقل باخراج عدد من قنينات ديال الغاز من الحجم الكبير والحجم الصغير، وكذلك قاموا باخذ الحارس ديال هذا المحجز من اجل الاستماع اليه في محضر قانوني عن السبب ديال هذا الحريق. سعيد الزهيري، شكرا سي سعيد، بارك الله فيك، هذا واجب نقوم به. كيف كتابعوا معنا الحريق باقي من ذلك، باقي العناصر ديال الوقايه المدنيه كيحاولوا يسيطروا على هذا الحريق في هذه الاثناء. كيف كتابعوا مباشره على قناه شوف تي في. إذن هي وجبة عشاء تتسبب في هذا الحريق المهول اللي كتابعوا معنا مباشرة على قناتكم شوف تي في من قلب مدينة الدار البيضاء، بالضبط من منطقة عين السبع ومن أمام المحجز البلدي بين قوسين الفوريان ديال عين السبع، اللي اندلعت فيه واحد حريق قبل قليل من يومه الجمعة 11 مارس 2022. شكرا مشاهدينا الكرام على طيب المتابعة، نلتقي في مباشر آخر، بقاو معنا، احنا باقيين معكم.